ليلة دامية بحق الإنسانية. وقبل أذان الفجر شهدت مديرية يريم 3 غارات جوية متفرقة، الأولى استهدفت أحياء سكنية على الشارع العام، ما أدى إلى انفجار ناقلة نفطية كانت تمر في نفس الشارع. وقد قتل في الغارة 15 شخصا وإصابة 25 آخرين بينهم نساء وأطفال. مدينة كتاب القريبة من مدينة يريم هي الأخرى لم تسلم من العدوان السعودي، وقد استهدفت محطتين للغاز والوقود، أحدثت دمارا شاملا في المنطقة، وضحايا أبرياء كانوا مسافرين على الطريق العام. المواد الغذائية هي الأخرى أصبحت عنصرا للاستهداف الجوي، وقد دمرت ناقلة بين كتاب ويريم كانت محملة بالمواد الغذائية، وأحدثت أضرار في المباني المجاورة للحادث. لقناة اليمن اليوم سمير مسكري، مديرية يريم. وفي مدينة طراز جدد